الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال وشروع عماد الدين، إليك شروع. شكرا لكما أدا ويوسف، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الإفريقية. وتأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في إفريقيا، والذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الإفريقي واتخاذ كافة القرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الإفريقية. وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الإفريقي الشامل، بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري واتحاد البريد الإفريقي. سجلت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 85.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه بنسبة نمو 7.2%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تخفيض تحالف أوبك بلس للإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023. وارتفع مزيج برنت بنسبة 1.16% إلى 86.86 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45% إلى 83.63 دولار للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 23% لتصل إلى 3.12 دولار للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11% لتسجل 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. استعاد الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل كورونا خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى هذا المستوى. يأتي هذا حسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود. وأضاف شي جين بينغ في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين إن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد. وتتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم السياسي. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكما يوسف وأدا. شكرا لك شروق.